السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة هنتكلم عن رؤية الستائر في المنام أو الستائر، سواء باللغة العامية اللي بنقول عليها الستائر أو الستارة، لكن الأصل الستائر، فسواء إذا كان دي أو دي، لأن بعض الناس قضية الألفاظ عندهم بتفرق، فأنا بكون حريص بقدر الإمكان إن أنا أتكلم بلغة الكل يفهمها، علشان خاطر بس إيه ما أتكلمش باللغة العامية المصرية، يبقى أنا كده مثلا إيه بحمل الناس على فهم بعض الأشياء ممكن ما تكونش في بلادهم منتشرة بهذا الاسم، لكن الاسم قريب، يا إما ستائر أو الستائر، زي مثلا الستارة اللي ورايا دي كده، دي اللي إحنا هنتكلم عنها النهاردة. الستائر بالنسبة للشاب الأعزب في المنام تدل على الزواج. رؤية الستارة في المنام بالنسبة للشاب الأعزب تدل على الزواج. أما بالنسبة للرجل المتزوج، لو رأى أنه في المنام يركب الستائر، بيركبها، بيعلقها، هذه الرؤية تدل له على حمل لزوجته، مش بس كده، وهذا الحمل سيكون ذكرا إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى رؤية الرجل المتزوج للستائر حمل لزوجته، وهذا الحمل سيكون ذكرا إن شاء الله. طيب بالنسبة للرجل المتزوج، ما زلنا بالكلام معاه حتى هو الأعزب، هذه الرؤية بتخص الاثنين. رؤية الستارة بصفة عامة تدل على الخير والسعادة، في أنا هفرح في الفترة القادمة لما أشوف الستائر. بالنسبة للشاب الأعزب كان زواج، وبالنسبة للرجل المتزوج مولود، وهذا المولود ذكر، وهذه أغلى شيء من بالنسبة للرجل أنه يتمناها، أنه يكون عنده ولد ذكر. اللون الأزرق للرجل المتزوج والأعزب تدل على السفر، هذه الرؤية تدل على السفر. اللون الأصفر والأسود للأسف خسارة أو مصيبة أو كارثة والعياذ بالله. يبقى اللون المحمود اللون الأزرق، أما بالنسبة للأصفر والأسود دي للأسف الشديد رؤية غير محمودة. الستارة الجميلة في المنام للرجل المتزوج أو الشاب الأعزب تدل على الحظ الجيد، وتدل على الفرص الجيدة التي ستأتيه في حياته. أما بالنسبة للستارة صاحبة الألوان الكثيرة، يعني مثلا مش ستارة زي اللي ورايا كده لون واحد، لا، ستارة فيها ألوان كثيرة. الستارة الملونة للرجل المتزوج وبالنسبة للشاب الأعزب تدل على السعادة، تدل على إيه؟ على السعادة. وكأن المعنى قبل أن ندخل بالكلام للمرأة المتزوجة، إن الستارة للرجل المتزوج والشاب الأعزب من أفضل الرؤى. طيب دعونا ندخل على المرأة المتزوجة، نشوف موضوع الستارة ده عندها إيه هي كمان. بالنسبة للمرأة المتزوجة، الستارة المزينة بالورد، يعني فيها رسومات ورد، تدل على الحمل، تدل على الحمل. أما الستارة الجميلة، ودي لأي امرأة، لأي امرأة، تدل على الحظ الجيد، تدل على الفأل الحسن، الستارة الجميلة. أما بالنسبة لرؤيتها على باب الشقة، إذا الستارة بتبقى على باب الشقة، لا ده بتبقى في الغرفة أو في الصالون، الستارة كده، إيه اللي جاب الستارة؟ وتلاقي مثلا المرأة أيوة مفزوعة وفي إيه؟ الستارة بتبقى جوه في البيت، إيه اللي حاططها على باب الشقة؟ رؤية الستارة على باب الشقة تدل على الخوف والقلق لهذه المرأة من أمر ما يشغلها في حياتها الحقيقية، يعني معناها إن هي خايفة، خايفة إنها تفشل في الأمر اللي شاغلها في حياتها، وكل واحد على حسب حالته. الستارة الممزقة، بعض الناس ممكن تزعل وتقول لا أكيد تبقى وحشة، لا أبدا.
الستارة الممزقة تدل على الفرج، يعني عكس الرؤية تماما. مشوفناش أي حاجة ممزقة بتبقى معناها حلو أو معناها جميل أو تفسيرها كويس، لا. لكن دي لا، المعنى مختلف. الستارة الممزقة لأي امرأة تدل على الفرج. الستارة الكبيرة تدل على الهموم والأحزان. المعاني مش راكبة خالص، يعني الأصل إن دي تبقى مكان دي ودي مكان دي. الأصل إن إحنا نقول الستارة الممزقة تدل على الهموم والأحزان، ونقول مثلا الستارة الكبيرة تدل على الفرج، لا. عشان كده بنقول ما تتعاملوش مع الأحلام اللي ما تعرفوا تفسيرها. الستارة الممزقة تدل على الفرج. الستارة الكبيرة يعني ايه كبيرة؟ طب ما كل ستاير كبيرة، لا، تبقى كبيرة عن الوضع الطبيعي. كل واحد عارف مقاس الستارة مثلا الوضع الطبيعي كذا، كل واحد على حسب بلده، مع ان هو تعتبر كله زي بعضه، لكن لما تحسي في المنام ان الستارة اكبر من وضعها الطبيعي، لا، هنا نقف. الستارة الكبيرة اللي هي اكبر من وضعها تدل على الهموم والأحزان. رؤيتها تهتز. أنا شايفة في المنام ستارة زي اللي ورايا دي، بعدين شايفاها بتهتز. إيه الرؤية دي؟ رؤية الستارة تهتز للمرأة تدل على الهم والنكد. تدل على إيه؟ على الهم والنكد ومعش الأسف. الستارة الزرقاء للمرأة عموماً تدل على وجود حقاد وحساد. سيادتك النهاردة لما تيجي تشوفي ستارة وستارة لونها أزرق، أي امرأة بغض النظر بقى عن الحامل والعزباء، أي امرأة تشوف في المنام ستارة زرقاء تعرف إن ليها حساد وحقاد. طب الستارة صاحبة اللون الأبيض تدل على الأخبار السارة التي سأسمعها في القريب العاجل إن شاء الله. طيب لو شفنا ستارة سوداء وهي مفتوحة من المنتصف، طبعا ستاير في ستاير تبقى مفتوحة من المنتصف كده ومربوطة من الجنب ده ومن الجنب ده، والستارة دي لونها أسود. هذه الرؤية أنا عايز كل امرأة تخلي بالها منها، تدل على أن عندك أو لك سر عند شخص. أنت أعطيتي شخص سر، الشخص ده هيفشي هذا السر، هيفشي هذا السر، هيخرج هذا السر. رؤية الستارة السوداء المفتوحة من المنتصف معناها إفشاء سر الرائي. بالنسبة للمرأة الحامل بقى، شراء الستاير للمرأة الحامل تدل على البشرى السارة والسعيدة حينما تشتري المرأة الحامل للستاير، تدل على البشرى السارة. طيب اللون الغامق أو اللون الفاتح لأي لون؟ المهم المرأة شافت حامل، شافت ستارة غامقة، لون داكن. ها بنحاول برضو نقرب المعنى، ما بنتكلمش بكل الكلام بالمصري، إنه بقى كتير من الناس مش فاهمة اللون الداكن اللي بنقول عليه بالمصري غامق، واللون الفاتح. اللون الفاتح بالنسبة للمرأة الحامل، الغامق أو الداكن المولود ذكر، الفاتح المولود أنثى. تهيألي كده وضحت. طيب رؤية المرأة الحامل تقوم بتركيب الستارة، تدل على قرب الولادة، تدل على قرب الولادة. الستارة البيضاء للمرأة الحامل تدل على الولادة السهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. طب ندخل على البنت العزباء. بنت العزباء شرائها للستارة تدل على الزواج. اللون الأبيض سعادة، تركيبها أيضا زواج، تدل على الزواج، وقيل مستقبل باهر، مستقبل سعيد إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمراء تدل على بداية علاقة عاطفية جديدة، وقيل تدل الحمراء تدل على الحج والعمرة. بالنسبة للبنت العزباء تدل على الحج والعمرة.
طيب في بقى بعض الرؤى عاوزين نتكلم فيها للكل بقى بدون تخصيص لأي أحد، وأنا دايما بخلي الحاجات دي للآخر علشان تتماشى مع أي شخص. الستارة الخضراء تدل على البشارة السارة، وقال بعضهم تدل أيضا زي ما ذكرت على الحج والعمرة. لو تفتكروا دايما ولو انتم مركزين معايا، دايما اللون الاخضر خاص بالعباده. اللون الاخضر دايما خاص بالعباده عموما في اي ثياب او في اي حاجه، لون اخضر تلاقيه اما خاص بصلاه، بصوم، بحج، بعمره، بتقوى، بايمان، بصلاح حال كده يعني، او قرب من الله، او ان انت شخص عندك اخلاق وهكذا. دايما اللون الاخضر خاص بقضيه العباده. طيب الرؤيه اللي بعد كده الحمراء، احيانا لبعض الناس، مع ان انا ذكرت الحمراء دلوقتي، لكن الحمراء عموما تدل على المخاطر. طيب رؤيه الستاره وهي معلقه في كل ارجاء البيت، داير ما يدور في كل الغرف، ايه معنى الرؤيه دي؟ يعني انا دخلت البيت، طبعا في اماكن معينه للستائر معروفه لكل شخص، دي حاجه سهله يعني، لكن انا نظرت في البيت وجدت في اماكن مفترض ما يكونش فيها ستائر، ووجدت ان البيت كله ستائر، معناها ايه؟ تدل ومع شديد الاسف على المصائب، تدل على ان في مصائب في الايام المقبله والعياذ بالله. وهنا طبعا اللي يشوف حاجه زي دي يا جماعه يكسر من الدعاء، فلا يرد القضاء إلا دعاء. خلاص؟ يعني لما تشوف رؤية غير محمودة حاول بقدر الإمكان تكثر من الدعاء حتى يصرف الله تبارك وتعالى عنك هذا البلاء اللي بسبب البشرة أو بسبب الرؤية اللي انت شفتها إن فيه شر جاي لك. طيب آخر حاجة، غسل الستائر انتصار على الأحقاد والحساد إن شاء الله تبارك وتعالى. تزورونا في اللقاءات القادمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.